في بطولة العرب للفوتسال ولا كرة قدم للصالات، تمكن المنتخب المغربي بالفوز بنتيجة عريضة على المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية للمنتخب المغربي. إن أردتم الاستمتاع وإن كنتم من محبي كرة القدم شوفوا معي الفيديو هذا الأخير. صراحة الفوتسال هو الرياضة اللي فيها أكثر المواهب تكنيكيا يعني في كرة القدم. يعني الصالة هنا انطلاقة المباراة، طبيعة الحال أجمل حاجة في هذه المباراة هو المعلق والتفاعل تاع المعلق أو الحارس المغربي. تسديدة أولى كانت سعودية، طبيعة الحال هاي صعبة، يعني مواهب كرة قدم الصالة هاي صعبة أخرى. تسديدة قوية كرة قدم الصالة، قلت لكم يعني في بعض الأحيان يكون لاعب اللي يلعب في الصالة يقدر يلعب في الرياضة العادية كرة القدم العادية، ولكن في أغلب الحالات ما يقدرش لأنه عنده مهارات كبيرة جدا. ولد فاول، اسمع المعلق، اسمع المعلق، اسمع المعلق. صراحة المصريين يعني في التعليق ممتعين. هذه لقطة الهدف الأول. يعني بطولة عربية هذه، يعني أنك راح تلعب ضد المنتخبات العربية واسترجع هنا. كرة مغربية تسديده، استماتة دفاعية ممتازة. صراحة أنا واحد من محبي هذه الرياضة، رياضة كرة قدم الصالة. هدف بطريقة غريبة خدع بها الحارس، شوف من بعيد جدا يعني. مرت بين أقدم، كان مغطيه المهاجم المغربي، يعني حارس المنتخب السعودي ما شافوا شيء. شوف 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 قوي راجعين مرت الكرة. صراحة طفوا عليهم الضوء، المنتخب المغربي طفى الضوء على المنتخب السعودي. مع احتراماتنا لكل الأشقاء السعوديين، هاي صعبة. حارس المنتخب السعودي ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ استرجع الكرة، هذا من الخلف لكي يسترجع الكرة. تسديدة قوية على طريقة حراس كرة اليد، ينقذ الكرة. إصابة 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 مغربي، مرت بسلام. صراحة وان تو كان رائع، ولكن كان نوعا ما كرة خلف اللاعب رقم اثنين. تسديدة قوية كرة صلاة. الحاجة اللي فيها قلت لكم هي انه بامكان، حذاري، بامكان الفريق انه يكون خاسر 4 اهداف، بامكانه ان يعود في المباراة في اقل من دقيقتين عادي. سجل 4 اهداف في دقيقتين. إصابة 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 إصابة، الهدف الثالث، الهدف الثالث. يعني نقولها انا بكل صريح العبارة، في المغرب العربي نتكلم على الجزائر وتونس والمغرب وحتى في مصر، يعني في شمال افريقيا منطقة معروفة بوجود العديد من مواهب كرة القدم في الشوارع، خاصة يعني في شمال افريقيا. كان في افريقيا ولكن خاصة في شمال افريقيا، يعني شمال افريقيا لو تروح للشوارع الجزائرية المغربية التونسية تصيب كرة قدم هي الرياضة الاكثر. شوف 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 حارس المرمى ينقذ. قلت لكم تصيب كرة قدم هي اكثر رياضة ملعوبة في الشوارع، وهذا يعني لانها رياضة الفقراء. صراحة أنا من نعقل ونحن نلعب كرة قدم في الشوارع، يعني منذ كان في عمري 4 سنوات 5 سنوات أول مرة بديت نخرج بدينا نركلوا الكرة. هذه الحاجة الأولى اللي بدينا بها، وبعد يجي كل وقت وقته، يعني كان وقت للدراجات الهوائية، وبعد وقت يجي للسباحة بس كي ساكن قدام البحر، وقت يجي لكرة كيف يسموها هذوك الكرات الصغار، هذوك البليبي. هاي صعب. والهدف الرابع قلت لكم طفوا عليهم الضوء. هدف بعد خطأ دفاعي، سوء تركيز هنا نشاهد من الدفاع السعودي في هذه اللقطة. شوف الحارس السعودي ماذا يفعل، يبحثون عن يعني وضع يعني وضع الزيادة العددية، ولكن ما نفعتش. حذري من الإصابات فوتسال برغم يعني صغر وبرغم اي إصابة هنا للمغرب. هدف خمسة يسجد سجدة الشكر. خطأ ثاني، شوف هنا دفاع، مش مركزين اليوم السعوديين كما تشاهدون. وقعوا أمام لاعبين يعني كانهم يتنافسون كرة القدم، لاعبين المنتخب المغربي. برازيل صراحة، برازيل للفوتسال. تسديدة مرت بجانب المرمى، تعود الكرة هنا، تسديدة قوية ولكن بدون عنوان. هذاني من الإصابات، قلت لكم باللي الإصابات ممكن تكون جد خطيرة هنا في الفوتسال، برغم أنه أرضية الميدان آمنة. ويعني هاي كرة هنا، الوقت ينقص وليس ولا يتزايد كما تشاهدون، لا يتزايد عفوا. على مرتين الدفاع يتدخل. يلا ماذا يقول الحكم؟ يحاولون المنتخب السعودي، يحاول بكل ما أوتى من قوة ولكن مش موفق. هاي صعبة. السادس، السادس
المباراة وهذه على طول هاتريك تاعو هذا تمريرة ممتازة صراحة يعني كرة القدم تاع الصلاة فيها مهارات ممكن انك ما تشوفها في اي مكان اخر كان كرة قدم صلاة وكرة قدم الشواطئ تستيدو الحارس على مرتين أوه. ثلاث مرات يوقف الكرة بها الحارس هاي للكرة والهدف السابع الوقت ينقص أعزائي المشاهدين هاي للهدف عنده يسرى سمية هذا اللاعب رقم اثنين اوبا وقول صراحة يعني سبعة اهداف هي نتيجة كبيرة برغم اوه ثمن نتيجة كبيرة عريضة كما تشاهدون يعني أداء كبير جدا وبطولة للمنتخب المغربي في هذه المباراة هذا اللي خلانا اليوم لازم علينا نسلط الضوء يعني على هذه المباراة هاي فرصة هدف تاسع ولكن ما كانوش موفقين فيها تعود الكرة للمنتخب المغربي هذه اللقطة اللي ضيعوا فيها الهدف التاسع شوف معايا شوف بصي معايا تلعب خلاص يعني رابحين ثمانية يستمتعون الكابيتانو يستمتع ويمتع صراحة خلاص مضمنين المباراة تسديدة قوية كانت مرت بسلام هاي كرة على سعودية والحارس أقرب يبعد الكرة خلاص يعني بقاش المباراة بقالها يعني دقيقتين ونصف لكي تنتهي صعبة هنا وتدخل قوي صراحة يعني المنتخب المغربي سيطر على كل جهات هذا اللقاء وعلى كل معطيات هذا اللقاء في كل الجهات في كل الحتات هنا باقي 26 ثانية ركلة جزاء والحارس ينقذ ويبدع ويتألق أعزائي المشاهدين كما شاهدتم مبروك المنتخب المغربي الفوز في هذه المباراة يعني كبير فوز كبير جدا يعني 8-0 فوز كبير برغم أنه فوتسال وحظ أوفر للمنتخب السعودي مع العلم أنه حاليا تلعب مباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب المصري في بطولة يعني السنغال إفريقية يعني بطولة كرة قدم للشواطئ على حسب ما أعتقد المهم يعني إن أردتم أن نروا مزيد من هذه الرياضات المشوقة والرياضات الجميلة وخاصة لما يكون في أداء كبير مثل المباراة هذه تاع المنتخب المغربي ضد المنتخب السعودي القولي تحت في الأسفل وسنشاهد يعني سنشاهد مزيد من هذه الديتايز أشكركم لشتم على الفيديو هذا الأخير نتقي في الفيديو القادم إن شاء الله خواتي خواتاتي دمتم في رعاية الله وحفظها السلام عليكم